زوار ومتتبعو موقع الجديدة نيوز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في برنامجكم القديم الجديد حوار مع حكار. برنامج حوار مع حكار نستضيف من خلاله في هذه الحلقة أحد الفلاحين بمنطقة أولاد غانم، وكيتعلق الأمر بالسيد عبد الرزاق الزروالي، رئيس جمعية الولجة لمنتجي البواكر بالمنطقة. سي عبد الرزاق، مرحبا بك. بطبيعة الحال المحور الأساسي ديال هذا الموضوع هذا هو الخضريات اللي كيوصلوا عند المستهلك. فهاد الخضروات هذه ملي كيوصلوا عند المستهلك كيوصلوا بواحد الثمن، ولكن حنا ما كنعرفوش المراحل اللي كيدوز منهم، الاسباب اللي كيكونوا من وراء هذا الغلاء. وبطبيعه الحال الاهم هي هاد الفلاح حتى هو براسو واش كما كنقولوا قادر على هاد التكلفه اللي كتقام عليه بها هاد الخضروات، ولا سالوي دي باس، يعني كتجاوزوا هاد الامور هذه. بدايه سي عبد الرزاق، كنرحبوا بك. ماشي هذه اول مره غادي تدوز في الجديده نيوز، ولكن هذه اول مره غادي تدوز في البلاطو. من فين كندوزوا معاك في الارض عندك كتكون ريحه الفلاحه وريحه مطيشه، كتكون ريحه القرعه. دابا عندك هنا على الاستوديو ما كاين لا ريحه لا والو. كنشكرك بعدا على قبول هذه الدعوه انك تجي وتوضح لنا وتوضح للمتتبعين ديال الجديده نيوز هاد يعني هاد الامور اللي كيتخبط فيها في الفلاح. اول نقطه غنبغيناك تحدث لينا عليها هي هاد الجمعيه هادي، يعني علاش تاسست وامتى تاسست واشنو كدير هاد الجمعيه هادي؟ السلام عليكم سي عسلام، كنشكرك بعدا وكنشكرك شكرا كثير على هاد الاستضافه اللي استضفتينا اليوم. باش نعرفوا على المنطقه ديالنا ونعرفوا حنا كفلاحه شنو الدور ديالنا، شنو كنديروا، شنو التماره اللي كنضربوا. وكنشكرك بزاف السي عبد السلام على هذه الاستضافه هذه. اذا كما قلت لك الجمعيه، هضر لنا شويه على الجمعيه. هذه جمعيه الولجه لمنتجي البواكر بولاد غانم، تاسست تقريبا سنه ولا سنه وشي حاجه. اسسوها كانت المبادره من بعد اخوان، صراحه الله كان ما كاينش، دابا كيبغيو يوصلوا الصوت ديالهم للجهات المعنيه، كيبغيو يمشيو للادارات، ضروري خصها تكون واحد الجمعيه ولا تعاونيه باش يتكلم الفلاح. اسسوا هذه الجمعيه هذه، تاسسوها بعد مجموعه من الفلاحين تما ديال المنطقه. تاسست كانت عندها واحد الصدى مزيان اللي رجع بالنفع لبعض الفلاحه، اللي كانوا بزاف الحوايج اللي كانوا ما كتوصلش للفلاحه، الصوت ديالهم ما كانش كيوصل. الحمد لله هذه الجمعيه وكاين الاخوان تبارك الله اللي فيها المكتب ديالها ولا المنخرطين ديالها ناشطين الحمد لله، والامور كتبشر بالخير. شكرا على هذه المقدمه هذه. دابا نتوما من منطقه ديال ولاد غانم، اي واحد كيشوف منطقه ولاد غانم كيعرف بانه راه كاين داك الشريط الساحلي اللي فيه الملحه، فيه الحوت، فيه الخضره خلاوه هما هذه والشلاضه. دونك يعني كاين الخضره تما كاينه. دابا انت ولد المنطقه، الا شي واحد قال لك عرف لينا المنطقه ديالكم ولاد غانم اش كاين فيها؟ ولاد غانم ماشي اليوميه يلاه تعرفات بالخضروات. ولاد غانم من زمان، هي مات والدينا وجدودنا، منطقه راه اول منطقه اللي دارت لك سبور الاتحاد الاوروبي، اول منطقه اللي دخلت العمله الصعبه للبلاد هي ولاد غانم والوالديه. باش ما نساوش الوالديه تاهي والشتوكه وعبده، هادو كانوا فيها فلاحه تبارك الله كبار، وفلاحه كانوا في المستوى الكبير، اللي كانوا فلاحه بوسطاء وناضلوا وداروا تعاونيات وداروا ولاو كيصدروا الخضره برا، ولا بزاف الامور في المنطقه تما. اليوم كاين حنا كشباب الحمد لله حنا دايرين المجهود ديالنا وكنخدموا. المنطقه اللي عندنا كتعرف تما بزراعه الخضروات اللي فيها واحد عده مزروعات، منها مطيشه، منها الفلفله، الكورجيت، الشيفلور، الخيار، وتربيه الحوت تما ما عندناش، عندنا تربيه ليزويتر كاينه في الوالديه. الملحه كانت دابا انقرضات، الكونترا اللي كانوا دايرين الناس ديال الملحه سالات،
وهذا هو اللي كان سي عبد. انا ما قلتش تربيه الحوت زعما كتربيوها عندكم؟ لا زعما كاين الصيده كيصيدوا الحوت تما وكيتباع الحوت. هذا كيمشيو الناس كيصيدوا اللي الهوايه ديالهم الصيده ديال الحوت. كاين المصايد بزاف تما كاينه في المنطقه عندكم، هذه معروفه على المنطقه ديال ولاد غانم. سي عبد الرزاق غادي ندوزو دابا الخضره. اللي معروف هي ان واحد الوقيته وقعوا مشاكل عندكم خاصة في مطيشة، يعني تصابت بواحد المرض، وهي راه ديما حنا من نهار عقلنا على مطيشة مرة مرة كنسمعوا جاها شي كورونا ديالها، ودروك عاوتاني وقع الأمر بالنسبة للكورجيت يعني القرعة الصغيرة. بغينا غير نعرفوا واحد النقطة، أشنا هو هذا المرض اللي جا؟ وشحال ديال الخسائر تقريبا تكبدتو في هذيك المنطقه؟ داك المرض اللي كان جا واحد المرض اللي سميتو الميديو، حسب علمنا حنا كفلاحه كنعرفوه بالميديو. وهذا المرض اللي جا في واحد الوقت اللي كتكون فيه الضبابه شاده بزاف على الشريط الساحلي. حنا تما عندنا الضبابه كتبدا بكري تقريبا 3 ونص 4 تاع العشيه وكتبقى حتى ل 10 11 النهار. هذا مشكل كاين، هذا مشكل ديال سيدي ربي ما عندناش من ندخلوا فيه. بالنسبه لذاك المرض اللي جا ضرب واحد عده اراضي تقريبا واحد 90 ولا 98 الاراضي اللي تسبات في هذاك الخسائر. ما كاينش غير ولاد غالم، كاين ولاد غالم الوليديه، كاين ولاد عيسى، منطقه كامله ديال الخط الساحلي كامل تعرضت لهذ الامراض. جات هذا المرض راسلنا عده جهات كثيره تراسلت، كان بعد استجوابات من جهات معينه بالنسبه لمكتب الاستثمار الفلاحي خرجوا داروا بعد المعاينات للضيعات الفلاحيه. وين اللي خلى هذا المرض بان وقضى على هذه الضيعات هو الادويه. ادويه سي عبد السلام كانت الادويه اللي كيداوبها الفلاح عامين هذه تقريبا، وشنو الفلاح ما كتبانش ليه هذا الميديو ولا الدوده ولا شي حاجه، ما مسوقهاش مغلب عليها. والمشكل اللي خلى هذا الشيء يزيد ونطيحوا حنا في مشكل هو الادويه ما بقيتوش كدير نفس الادويه. هذه النقطه غادي نرجعوا ليها. غير اللي بغينا نعرفوا حنا هي الدهن، يعني ملي طرا لكم نتوما هذا المشكل هذا بطبيعه الحال تكبدتوا خسائر، وخسائر ديال الفلوس، ماشي نقدروا نقولوا غير خسرت لكم راه زريعه تحيدها ديروا وحده اخرى، راه فلوس وفلوس صحيحه. واش كاين شي جهه اللي عاوناتكم والاستثمار واش لقى لكم حل لهاد الامراض اللي كتمس هاد المطيشه ولا الكورجيت؟ بالنسبه للخسائر كانت خسائر كبيره، كانت الفلاح اللي ما عندوش واحد 8 10 المليون، هذا اللي زرع 4 خدامه 5 اكتار. اما لا جيت نعطيك الاحصاء ديال الاكتار شحال كيطلع، راه كيطلع واحد 18 17 16 مليون باش كيطلع. الا حسبتي بالكرا ديالو ومن الحرد ديالو والزريعه ديالو حتى للنهايه 18 من حيدك حتى واحد. الجهات المعنيه فعلا نيت كان واحد الوعد ديال راه غيكون الدعم، وكان واحد الاحصاء ديال هاد الخسائر ديال الفلاحه، وكان والحمد لله باقي ما توصلناش فشي حاجه باش نكونوا واقعيين. شي دعم ديال هذاك المرض اللي كان داز الفلاحه باقي ما استفدوش منه، باقي ما كاين حتى شي اخبار اللي رايجه ديال الدعم. الدعم اللي هو كاين اللي هو موجود حاليا دابا هو الدعم ديال الاسمده وديال الزريعه اللي يلاه بدا تقريبا واحد الشهر ولا شهر ونص بدات العمليه ديالو. كيفاش الدعم ديال الاسمده والدعم ديال الزريعه؟ خرجت الدوله بواحد ثلاث انواع ديال لي زونغري اللي هو الملح 33 و 46 و 21 تقريبا كتخلص لك الدوله واحد 50% والفلاح كيخلص 50%. بالنسبه للدعم ديال الزريعه اللي هو اللي كان اللي اقترحته وزاره الفلاحه ديال واحد 4 المليون الهكتار ديال مطيشه. وعلاش دارت هاد 4 المليون؟ باش الفلاحه يخدموا وما تبقاش ما توصل المستهلك غاليه بزاف. اذا كاين هاد الدعم خادو الفلاح؟ لا باقي الله عنت لي وزاره الفلاحه يلاه جاي في طريق. واخا الا سولناك دابا انت بشحال كتقام مطيشه في الارض حاليا؟ حاليا
واش نقول لك مطيشه دابا مع هاد الامراض اللي كاينه وهاد القلق في الادويه ولا شيء، الفلاح خصو يبيع 3 دراهم 3 دراهم ونص الكيلو يلاه يشد الفلوس ديالو في الارض باش يبيع باش يخرج الفلاح. هاد هما عاد الفلاح ترونسبور عاد كتزاد كتوصل هاد المبلغ هذا اللي كنهضروا عليه. ما خصوش يوصل المواطن خصو ياخذ مطيشه ب 3 دراهم تقريبا 4 دراهم 4 دراهم ونص. هذه الاغلاط مطيشه. دابا عرفتي شنو اللي خلى السبب الغلاء سي عبد السلام؟ هو الفلاح ما بقاش قادر. علاش ما بقاش قادر؟ ما بقاش يستحمل هذا الشيء، ما بقاش قد يداوي هذا الشيء، ما بقاش قد يشري الدواء، كل شيء تقريبا كيلو فيه تريبل ديال الدواء. كاين الدواء اللي كندير 70 درهم دابا راه 500 درهم. الدواء ديال الخيزو ديال الربيع كندير 70 درهم للباكيه، دابا واصل 500 700 درهم. وما كاينش. وهناك الناس كتقول بانه لونسا منعتكم من بعض الادويه. تحيدوا كاع من الماش من السوق. ومع ذلك باقي نتوما كتستعملوهم. لا حنا ما نقولوش كنستعملو، حنا محترمين داك القانون ديال الادويه. ما نقولش حتى دابا حدانا قدام الكاميرا ما كتستعملهمش، ولكن نقولوا الاخرين كيستعملوه، كاينين اللي كيستعملوه. سي عبد السلام باش تكونوا واضحين، هاد الادويه اللي كتهضر عليها انت ما بقاتش في السوق. الا تبقى تلقاها عند شي واحد مخبيها وكيبيعها ولا كوتربون، ولا لقيت في حاله لقيتيها غتلقى بواحد الثمن خيالي، غتلقاها بواحد الثمن خيالي. هذا ديفو دارته لونسا، كان هاد الدواء كانوا يراعيو بزاف الامور باش يتملع. وجاو عندكم هما خرجوا بعد الخارج هاد شي جوج مرات ولا شي، واخا مليح يحيدوا الدواء. هما لقاو لكم البديل ولا باقي؟ لا ما كاينش حاليا. كيعطيك واحد لا ليست تعلق في القياده، تعلق في الجامعه، الادويه اللي كاينه كدير ما كدير والو، ما كاينش مفعول ديالها. كره هي كتغلط هذاك الفيروس. بالعكس اصاحبي، راه الا خصك داوي نهار على نهار، والفلاح ما يمكنش لي غير يتقام عليه البرميل ديال 250 لتر يتقام عليه ب 700 درهم ولا 600 درهم. واش عندهم برميل؟ راه لو عندك صار خصو 6 برميل ولا 7، زيد لي زونغري اللي كتشي مع الماء لا يعد له حتى الثمن ديالها. هذا مشكل كبير. هذا خصو هو السلبيه. زرجع النقطه اللي قلتي، قال لك كاين الدعم ديال البطاطس والبصل والطماطم. كاين الدعم في البصله وكاينه في البطاطا وكاين في الماطيشه. كنقول لك الفلاح ديال ولاد غالم باقي ما كاينش فلاح واحد اللي تسلم شي درهم ديال الدعم من الماطيشه. باقي ما خادش، باقي ما خدوش. اذا عصبروا على الماطيشه، راه غادي تطيح في الثمن ملي غادي تاخذوا الدعم. هذا وعد منكم هذا. نتمنوا من الله. نتمنوا من الله. يعني ما ناكلوش ماطيشه دابا حتى تطيح في الثمن. راه مشكله سي عبد السلام، راه مشكل. باش يخرج المواطن مسكين هز واحد القفه وكيقول لك 150 درهم و100 درهم، ما عمرش شري القفه ديالو. وكيتسحب الفلاح اللي مغلي. لا بالعكس اصاحبي، هذا ما راضيش بهذه الوضعيه، ما باغيش المواطن يسخط علينا. باغي المواطن ياخذ الخضره كيما كان ياخذ، يخرج يعمر القفه ديالو ب 50 درهم و 60 درهم وياكل، ولي الفلاح معاش والمواطن معاش. دابا هنا بقات هذه النقطه اللي ما فهمناهاش، هي ديال لونسا تجي تحيد ادويه اللي كنتو خدامين بها ومرتاحين. كتقول ما كانش بنادم كيفكر لا الدوده لا الامراض اللي كتصيب مطيشه ولا اي خضره اخرى. الى بهم جاو قال لك حباس، هذه راه مضره، وملي جابوا لكم وحده اخرى لقيتوها عباره عن فيتامينات كتعاون هذوك. انا نعطيك السي عبد السلام بالنسبه للدوده ديالنا حنا. الدوده كان واحد 3 ادويه كيمسحوا لها الاطر ديالها ما يخليوهاش، العش ديالها كيفرتكو. دابا اليوم بلا داويتي بهاد الادويه اللي كاينه دابا، والله يا خويا الا دارت زعما كتقاوم داك الدواء راه فين صحت. كداوي في العشيه والصباح كتجي كتلقى الدوده باقا سارحه. واش نقدروا نقولوا بان الناس ديال لونسا عبرك انت ما راه هنا كتخليونا نبداو نخسروا في الهضره ونقولوا بانكم باغيين باش تلعبوا في صفقات عا باش تدخلوا داك الدواء وتدخلوا من وراه الصرف وصافي. حيت هما الفلاحه كيقول لك اودي هذاك الدواء اللي كدير لي جتو نتوما ما دير والو. واش غتخليوا هذا الفلاح مسكين بارك ياكل في العصا ومعاه المواطن من وراه؟ لان الحلقه دايره، الا كان العصا الفلاح غيعاود ياكل العصا المواطن. كنتمناو من الناس ديال لونسا باش انهم يدخلوا على الخط. راه لا يعقل بانه يبقى بحال هاد الامور هادي. واه لونسا راه سلامة صحية، وراه حتى الصحية ديال الفلاح تاهو الله يرضي عليكم. عندنا علماء، عندنا ما فهمتش انايا هذاك البحث العلمي كيخسروا عليه دابا ميزانية على هاد البحث العلمي ما نقدرش يلقى. خصو هادشي راه خصو يكون عندو، ها يعطيوها لدوك اللي يلاه بداو يديروا البحث العلمي.
يديروا لهم هاد الامور هادي، راه كاين حوايج كيميائيه، كاين حوايج اللي يقدروا دي ميلونجي داروا الى اخره، راه غير يجربوا. عطيني كما كنقولوا مناش مصاوبين هاد لي فيروس، يعني لا موليكيول الاولى ديالهم اللي مصاوبه منها، غتلقى ليها الامور ديالها. ياك هادشي اللي كديروا، حنا قرينا هادشي اللي كنعرفوا من ديبار. المهم ليغاليزيتو شي وراقي في القياده ديال حساب الدم. اييه بالنسبه للملحه كتقليزي واحد التصريح في الشرف وفوتوكوبيت لاكارت ديالك وكتصرح شحال عندك ديال الهكتارات وخديتو الفلوس هذيك. لا هذه ما كفاش فلوس، هذه فيها ملح. عطاكم الملح كتخلص تساوي عطاكم فلوس بطريقه غير كتخلص حتى 50% والدوله كتخلص على 50%. خديتو هذه الملحه خديناها. نعم الطماطيشه اذا نقصات عليكم التكلفه. اودي اش غتنقصها السي عبد السلام؟ راه 50% ديال الملح. راه المشكل في الادويه السي عبد السلام، راه الادويه اللي غاليه، الملح مشكله الملح ما عندهاش اشكال. الادويه اللي فيها المشكل، الادويه اللي كاين الثمن ديالها طالع بزاف، هذا هما واقعين في المشكل ديال الفيروس القرع. دابا اغلبيه الفلاحه زرع انتف زرع انتف، يلا بدا تحلم عنده كتلقى انتفها، يلا كتبدا كينتفها. انا واحد منهم راه القرع دابا مريضه انتفت لوحه. علاش قرع دابا وصلت 15 درهم 10 درهم 12 درهم 14 درهم؟ الفلاح مابقاش عليها، مابقاش قد عليها، فيروس اصاحبي، فيروس كيضرب من الارض، كيضرب لك الجدر وكيضرب لك الورقه من الفوق، كتكمش صافي ما بقى تزيد ما تقل. اذن راه مشكل، قال لك عاصمه ديال القرعه هي دكالة، دابا خصهم يقولوا عاصمه القرعه المريضه. ايوا هذا الواقع. مشكل. بالنسبه للليغاليزاسيون يعني المصادقه على الوراق ديال الدعم ديال البطاطا والمطيشه والبصله باقي ما كاين والو بالنسبه للدعم. بالنسبه للدعم اللي لا باقي الوراق باش يتليزاو باش تاخذوا الدعم. لا باقيين. عرفتي علاش كيقولوا كيقول لك اودي خصك نهار اللي تجيب الزريعه وتبغي تزرع عندك واحد المهله ديال شهرين، ما تعداش ديك الشهرين خصك تدفع الدوسي ديالك وكتخرج واحد اللجنه اللي مكلفه من مكتب ديال الاستثمار الفلاحي اللي تابع عندنا الغربيه، كيخرج كيدير واحد المعاينه الارض ديالك واش انت فعلا زارع ديك الزريعه اللي ديت بالوثائق ديالها ولا لا. ملي كيخرجوا كيلقاوك زارع فعلا النيت وماتشره مزيانه، كاين فوا كيدوزوا بالدعم ديالك. و هذيك الادويه اللي كنتو كديروا نعم واش ما كانتش كتاثر على الارض ولا على الجوده ولا على الاستهلاك الادمي؟ قول لي السي عبد السلام، الا كانت كتاثر ستاثر على الناس اللي دازوا قبل منها. الا كانت كتاثر هذه عام ولا عامين. دابا لونسا دابا كتشوف لك على السوق الاوروبي، حنا راه حنا ما تكفيناش مع السوق الداخلي، لكن بعض الدول الاوروبيه اللي مانعه بعض الادويه، عطيك واحد هاد الدواء لا ما يدخلش عندي، هاد الخضره ما يكون فيها الدواء ما يدخلش عندي. هادوك الدول الاوروبيه متقدمين بزاف، حنا راه حنا باقيين فلاحه عاديين، حنا حتى اكادير ما واصلينوش، باقي فلاحه عاديين كنضاربوا مع ماطشه تنجيبوها تقلب على الدواء راسك، فيك خبير، فيك تقني، فيك مهندس، فيك كل شيء، فلاح كيدير كلشي لراسو. يعني بغيتي تقول بانه نتوما باقين فلاحه بسطاء صغار. ها دابا حنا خدامين روسنا، باش نكون واقعيين خدامين روسنا. كيكونوا بعض الاستشارات مع المكتب الجوي الاستثمار الفلاحي، كتكون شي حاجه كتشد الباب تما في ولاد غالم، كتقول لي المشكل لا كاين اللي كاين، ها ليك اشنو كاين اشنو كاين، حتى هما كيوصلوا للجهات ديالهم، كيديروا واحد اللجنه تكون خفيفه تخرج تشوف اشنو كاين. وين اللي واحدين فيه حنا دابا هما هاد الفيروسات اللي واقعين عندنا دابا. هذيك الزرعه ديال المطيشه من بكري حنا كنسمعوها راه داخله من اسرائيل، داخله من اسرائيل، باقا لحد الان كتدخل من اسرائيل. الزرعه اللي كانت في المغرب كانت من اسرائيل. ديال اسرائيل. الهضره اللي كيقولوا بانه هذيك يعني ديك الذبابه ديالها، ديك الدبانه ديالها كتقاوم الادويه. انا قلت دابا يعني كتقاوم الادويه. وتا ولات دابا الدواء يشربوا بنادم وما يدير ليه والو. هذيك الدبانه، هذيك الدبانه واقيلا هي اللي ركبوا لي هذيك الرشاشه والدور ترشيه معاكم. وانت دابا كتعمي لك عينيك كداوي اليوم، انا كنقول لك داوي اليوم تعاود تمشي في الخط غير ساعتين، كتعمي لك عينيك نايضه ما ميتاش. الدواء اللي كنا كنديروه عامين هذه وثلاث سنين، وانت كداوي وكترجع مورا ما كتلقاش ليها الاثار، الدوده بصفاتها ما كتبقاش ليها الاثار. دابا المشكل الحقيقي اللي كيعاني منه الفلاح هو غلاء ديال الادويه. ماشي الغلاء دابا هي ما كايناش. شنو هي اللي ما كايناش؟ قلت هاد الادويه اللي كاينه دابا ما دايره والو. وهاي كاينه وما دايره والو، الثمن كاينه
وما دايره والو. وعلاش غادي كامل؟ لا واخا دابا عرفتو ما دايره والو. ما دايره والو. وعلاش كديروه؟ وشنو فلاح مصير 20 مليون خلاص دي عليه وكاك كيقلب كيقلب. ما دايره والو. وكيقلب رغم ذلك كيمشي شوف شي الفلاح عندنا بحال شي واحد عندك مريض في الظهر. كتمشي على الطبيب ديال المعده كيقول لك لا دي على الطبيب ديال المصراح. كتولي ديع من عند واحد لواحد. وترى حتى الدكاكين اللي عندنا تما حتى التعطير ما كاينش. كتمشي عنده كتقول لي ماشي عندي صفرة. بحال عطار كيبدا يجبد لك. علاش قصدتي بالدكاكين؟ واش ديال لونسا ولا؟ لا ديال الاستثمار. لا 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 كنهضر لك على الحوان ديال اللي كيبيعوا. اللي كيبيعوا. كتلحقوا كتمشيو عندهم. ما عندك ما دير ما عندكش تمشي. اش قالت لكم لونسا بهذا الشأن؟ اشنا هو الدواء اللي خدام لكم التربة ديالكم والفلاحة ديالكم؟ وحتى لونسا ما قالت والو. ما قالت والو حيد لونسا. راه كنا قالت. اش قالت لكم الاستثمار الجهوي؟ الاستثمار الجهوي كيقول لك اوديها واحد المجموعة أدوية خرجت جديدة. أييه. اشنو غتستعملوها؟ اشنو غتستعملوها؟ وين المشكل اللي كاين في الأرض الواقع؟ ما تغلباتش على ديك الادويه اللي كاينه. اذا قلتوا لي ما ودير هاد الادويه اللي قلت لنا ما داروا والو. كيقول لك ودي حنا لا ليست اللي عندنا اللي خرجات لونسا هو هذا. حيت كل الاداره واختصاص ديالها. لونسا قالت هاد الدواء يتملى خصو يتملى. قالت خصو يدار خصو يدار. مشكله. والله الا مشكله ما خليتي لي ما نقول زعما انا المواطن يعني بغيتي مطيشه تجي اسمع المواطن. بغيتي مطيشه تجي حتى لعندك وبغيتي الفلفله وبغيتي البصله وبغيتي راه لونسا ما خلاتهمش يدخلوا الدواء باش يداويو باش تقدر تبقى تقاوم ما تبقاش تقاوم هذيك الفيروسات وديك الدبانه وداكشي. ومركز الاستثمار الجهوي عنده لائحه ديال الفيتامينات ديال هاد الدبان كتغلط هذاك الدبان ودير لهم لاصال ديال الميسكيلاسيون وكيصحوا حتى هما. راه حشومه هادشي والله القسم الا حشومه. نهضروا على المغرب وصلنا لهاد القرن هذا والمغرب كنقولوا رائد في الدول الافريقيه رائد في الدول العربيه ما قادين تضاربوا حتى مع دبانه. الدبانه القرموزيه جات قلعتوا الدرك من جدر ما قديتوش لقاو ليها دواء. اش هاد البحث العلمي خاصو يشمل القطاع ديال الفلاحه لاننا في المغرب بلد فلاحي مهتمين بالعالم الفلاحي. ما فهمتش انا علاش تخليو الفلاح بركي يتخبط بحال هكا حاط زباله ديال الفلوس وفي الاخر ما يتعوضش. على الاقل على الاقل حتى الا فشلتوا انكم تحتويوا هذاك الوضع وتقدروا تغلبوا على هذيك الدبانه ولا هذوك الفيروسات ولا هذوك البكتيريات ولا اي حاجه حشرات مضره لهذيك الفلاحه لا الدوده ولا هذه. على الاقل ما لقيتوش كيفاش ديروا وعاونوه مسكين يبقى واقف على رجليه. الا خليتو بحال هكا غدا ولا بعد غدا ما تبقيش تسمع في ولاد غانم غادي يبقاو يزرعوا الخضره. ما يمكنش غيبقى غادي في الخساره. اش البلاد مشات حمادي وفيقوا معنا الله يخليكم فيقوا. راه الفلاح مواطن مغربي عنده لاكارت ناسيونال. لاكارت ناسيونال عنده حق دستوري ديالو في الشغل حق في العيش الكريم والحق في بزاف ديال الحوايج. واه ما يمكنش غتبقاو غاديين مع بنادم بحال هكا. غادي نرجعك لواحد النقطة السي عبد الرزاق هي ديال الوقيته اللي هجم عليكم البحر. نعم سماه واحد مد بحري. انا ما غنسميهش مد بحري انا غادي نسميه فضح سرقة الرماد لان ديك الرملة اللي كانت حابسة الماء باش يطلع داوها مالين الميتسوبيشيات. هجم عليكم البحر الاراضي تحرقت هادشي اللي وقع باش ما ندخلوش لواحد الاتجاه. لا انت ما سوقكش في الرمله انت سوقك غير في مد بحري. خليك عا في مد بحري. مد بحري البحر هجم ما عمرنا قلنا البحر كان كيهجم بكري حتى ولات القضيه وجابوا لي بلوك كنتحمل فيه مسؤوليتي. جابوا لي بلوك كانوا حطوهم على طول الساحل باش ميبقاش يهجم عليهم هذاك البحر. كانوا تادوك الناس ساكنين اللي كيصاوبوا الملح هجم لهم على الماطر ديالهم وخسر لهم وكل شيء الى اخره. المهم دابا حنا في القضيه ديال المد البحري من يهجم البحر اشنو درتو شكون عاونكم ما محل السلطات من اعراب هذاك المد البحري سي عبد السلام اللي كان باين في ذاك الفيديو. هذاك المد اللي كيكون بعد البحر كيكون طالع بزاف كيكون 6 7 ديال الامطار كيخرج
وملي ما كيخرجش على الشريط كامل كيكونوا فام ديال البحر كما كنقولوا حنايا، واحد البيبان كيكونوا محلولين كيفيض فيهم البحر. هذيك الفيضه اللي فات فيها فاض على بعض الضيعات الفلاحيه اللي قرابين تما البحر. قلتي الناس اللي عاونوكم والناس اللي وقفوا معاكم، كانت السلطه المحليه في شخصيه القائد اللي صيفط الناس ديولو، داروا واحد الاحصاء، داروا المعاينه، وعدنا باش غتكون يد المساعده للفلاحين تما باش يتسدك الفم باش ما بقاش يهجم على الاراضي مره اخرى ديال البحر. كانت مبادره اخرى من رجال ديال الدرك الملكي، تما داروا الاحصاء ديالهم، كانوا الناس ديال الاستثمار الفلاحي تما خرجوا وداروا البحث ديالهم، والفلاحه كان كينتظروا شي دعم بحال هذاك كيقولوا حنا ما دعمناش في المرض ديال المطيشه، ما دعمناش المرض ديال المد البحري. هذا كان تساؤل او كيتسناو الفلاحه، ما بقى ما كاين والو. اذا انت البحر خلاوكم منكم ليه؟ او كيقول لك باغين يعاونوا الفلاح، راه الامور خطيره، هناك استهداف للفلاح الدكاني. علاش؟ باش يخدموا فلاحة ديال مناطق اخرى ديال دوك الكبار، لان ملي كنجيو كنسمعوا كنلقاو سوس ما بقى قد حتى شي واحد في الفلاحة. ملي كنذكروا سوس كنذكروا اخنوش. اذا سي اخنوش مقابل المنطقة ديالو معاونها، موفر لها كلشي، البرلمانيين ديالنا حنا، عشان ولا لازال الغرفة كاع بصفتهم بداو بالبرلمانيين، حيت هذا راه أمر كبير. ملي نهضرو على الأدوية ونهضرو على أسمدة ونهضرو على دعم الفلاح إلى آخره، هذا راه حاجة أخرى. من الغرفة نقدر نقول بأن الناس كيطلعوا الغرفة باش يجلس في البلاصة، وراني ممتد ديال الفلاحة في الغرفة لهدف في نفسي يعقوب، حيت ميمكنش داكشي كيديروا ليه لابسة بينا. مكاينش العمل التطوعي، ما كاينش العمل التطوعي، هادي أنا كنجزمو بها. مشى هذاك العصر ديال العمل التطوعي، مشى دروك بنادم كيطلع. نحيدك عاوتاني من هادي تاهي، كيطلع بالزرق الاف كيشد منصب في الغرفه الى اخره. واش هذا كتسنى منه غادي يدير شي حاجه قبل ما يرجع دوك الزرق الافات اللي خسر ويزيد عليهم عاوتاني اكثر منها؟ ما يمكنش. قول يا سي عبد الرزاق، لان هادشي ديال الفلاحه بصح نيت متشعب وما خصوش يتشاف غير من زاويه وحده، خصو يتشاف من عده زوايا. وزارة الفلاحة أصدرت هذا الدور ديال وزارة الفلاحة، انتم عندكم أمراض ديال هاد الفلاحة، ومع ذلك ما كتلقاوش الناس اللي تجي تشمر على دراعها ويجيو يخدموا بصح نيت ويقلبوا ويديو ويديروا دي تيست ويديروا. يعني ما فهمناش الناس اللي كيقراو معهد الحسن الثاني ديال الزراعة والبيطارة، عندنا الكليات هنايا معطى الله ما يدار فيهم، حتى عندنا مراكز ديال التكوين المهني، ما عرفناش علاش هاد الناس ما باغينش يتحركوا. سي عبد الرزاق، هاد الهضرة ما غتعجبهمش بطبيعة الحال، إلا قلنا لك أنت دابا كفلاح، لمن غادي توجه النداء ديالك دابا إلا سولناك؟ شكون اللي كيبان لك يقدر يعاونكم في هذه القضيه؟ الفلاح محتاج يد المعاونه، محتاج للدعم صحيح. الا بغينا الخضره ياكل المستهلك بواحد الثمن طايح. النداء موجه لوزاره الفلاحه، خصها تشوف بحال الرحمه شويه الفلاح سيتو الفلاح الدكالي، اما الناس ديال اكادير تبارك الله والناس ديال سوس راهم هذوك واقفين على شغلهم، كاين اللي معاونهم كاين اللي واقفين معاه. الجهه ديالنا خصها واحد النغيزه، حنا ما نقصروش من الجهات المختصه، كاين اللي كيدير خدمته وفايت من الخدمه ديالو ليه صراحه. الله كنهضر بالواقع، ما نضركش الشمس بالغربه. مكتب ديال الاستثمار الفلاحي
صغير دق الباب ديال موجود وهذاك الشيء اللي قدر عليه الله غيديرو. لا ما بغيناش اللي قدر عليه الله، حنا راه بغينا يلقى لك محل. كيفاش حنا بغينا اللي قدر عليه الله؟ انا يقول لك السلام عليكم ريح، هذه يقدر عليه الله. خصهم يلقاو حلول، الاستثمار الفلاحي والاستثمار الجهوي الفلاحي راه هما اللي خصهم يلقاو حلول. مابقاش نقول هاد اللغه ديال داك الشيء اللي قدروا مساكن يديروا راه كيديروا. لا واخا ما قدرش يدير يمشي يخرج برا، يمشي للخارج بعثات يمشيو يقلبوا ويديروا اتفاقيه شراكه. علاش حنا كنديروا اتفاقيه شراكه في الفلاحه مع دول اجنبيه؟ باش نستافدوا من الخبره ديالهم. وملي نستافدوا من الخبره ديالهم ما طيشنا ما كديناش نداويوها. قرعتنا اللي عاصمه ديال دوك عاصمه القرعه هي دوك ما كديناش نداويو القرعه. خاص كل واحد يتحمل مسؤوليته بطبيعه الحال. انا معاك في هذا الفاز. زيد قلت يا سيدي الاستثمار الجهوي يقدروا يعاونوكم شويه. زيد شكون ثاني؟ وهذه الجهه الوحيده الغرفه. لا الغرفه ما عمرنا شفنا شي واحد رغم هاد المشاكل اللي جرات كامله وهاد الحيحه اللي ناضت كامله في دكاله. والله كان عمر شي واحد وصلك ولا تلفت فيك تلفت. ورغم ذلك حطينا عده مراسلات، انا حطيتهم بيدي كرئيس جمعيه حطيتهم بيدي وطالب غير باش نحضروا معاهم في اجتماعات ونبلغوا الصوت ديالنا. والله ما عيطوا لك. اسمع السي عمار. مش عمار. اسمع السي عمار. ما كاينش عمار. لقيت اللي كنا الناس كتهضروا عليهم كان كلشي غادي مزيان. دروك ملي بعدتوا احنا شوف فين وصلنا. علاش خليتوا هاد الناس بوحدهم مع هذاك السيد الله يرحم لكم الوالدين؟ انا ما عرفت هاد السيد الاخر شكون هو الممثل ديال الغرفه الفيها. حاليا ما عرفتوش والله ما عرفت. انا عرفت الممثل الجديد ما عرفناش. كتعرف سي قنديلي؟ كنسمع به. صافي احسن الله ما تسمع. انا شوف احسن واحد داز في الغرفه الفلاحيه واللي كيبقى يترحم لي الوالدين ديالو هو السي عمر كردودي. هذا كان من اسفي من جهه اسفي وكان عاطي اهميه للمنطقه. هذه شهاده لله. هذا السيد كان في عبده وحنا في دكاله وكينوب على دكاله اكثر من عبده. اذا هاد الجهويه ما استفدنا منها حتى شي حاجه بالنسبه لنا. الغرفه الفلاحيه لا حنا كاقليم جديده ما استفدنا. بعدا اولاد غالي ما استفدوش غير نتوما. حتى حد ما استفد شي حاجه من الجهويه. لا ما استفدنا شي جديده اقليم جديده ما استفد حتى شي حاجه من الانتماء ديالو لجهه الدار البيضاء سطات. ما استفد حتى شي حاجه بالعكس تسرطوا. اش ورينا شي حاجه استفدت منها المنطقه؟ استفدتوا شي حاجه نتوما كفلاحه من الجهويه؟ لا الغرفه الفلاحيه لا ما كاينش. انا كنقولها ونتحمل المسؤوليه ديالي. الغرفه الفلاحيه لا ما حد الان ما كاينش حتى تجاوب. ما كاينش صاحبي. تو كتحط مراسله باش يعيطوا في التليفون يقول لك المراسله ديالك اشنو فيها اشنو كاين فين وصلتوا فين ما كاينش. ومشي ميساج ديالك الوزير الفلاحه يكون يتصنت لينا ولا يصيفطوا عليه الناس ديال الشؤون الداخليه بعمالات الجديده. اش نقول لك الفلاح ديال ولاد غالب راه عنده تاريخ. والفلاح ديال بيت كنقولوا فلاح ديال ولاد غالم راه كيهبط مع الصباح كريم مع الفجر وكيخدم هو وولادو وعائلته وهز واحد يد عامله كبيره في المنطقه ومحرك واحد المسائل اللي هي ماديه كبيره. محرك تراكتورات كاميوات بزاف الامور حتى دوك الحوان ديال الدول اللي كاينين تما راه رايحين راه رايحين الفلاح ما بقى مع من يبيعوا معيشه. حنا كنقولوا الفلاح ديال ولاد غالم ما نقصروش من حقه شويه. نديروا له شويه الاعتبار. ردوا له الاعتبار الفلاح ديال ولاد غالم كما كانت الفلاحه في زمان كما كانت في 80 في 85. تاع علاش المنطقه اللي كانت مغطيه كامله بيوت مغطات ما بقاش اليوم ولو ما كاينش حتى 0.5% ما كايناش اصاحبي ديال البيوت مغطات ما كايناش ما بقاش. ولات ما كنديروش الدعم سيتي في الطاقه الشمسيه. هما كيقول لك دابا البوطه غيرفع على الدعم تدريجيا 2026 واقيلا غيحيد الدعم كامل. حتى الفلاح واش غادي يسقي؟ حتى المواطن شحال ياكل هاد الخضره؟ حتى كلشي غيزيد غيمشي بحال. هنا خاص الدعم يكون في الطاقه الشمسيه. هذا نداء ديالي. الدعم خصو يكون في اللي سيرات. الدعم خصو الادويه نرجعوا الادويه السي حكار وكندويو كنعاود ديما نقول الادويه علاش ما تكونش واحد الثمن اللي هو بحال الفارماسيان. علاش فلاح ماشي عارف هاد البواطه شحال كدير مرخصه فيها الكالسيوم منوع شي واحد يزيد فيها. على دابا كاين تلاعبات في اثمنه. الاثمنه تقدر تاخذ الصباح يطرو 100 درهم في عشيه تمشي تلقاها ب 400 درهم. مشكل كبير. المراقبه ما كايناش. مشكل كبير كاين. غير من ندوزو لاخر نقطة. كاين واحد الاخت مباركة كتقول لك قضية الفريكوات اللي كتخزن فيهم هاد المنتوجات
باش يعاودوا يخرجوهم اللي يغلاو، واش هادي كاينه ولا ما كايناش؟ ما عندناش فريق، ما عندناش فريق واحد في ولاد غير. لا فريق ماشي غير ولاد غير. اه انا كنهضر على الجهه اللي كنمثلها والجهه اللي كنعرفها. انا نجاوبك حيت كاين فريقوات في بلايص اخرين. المهم اذا انتوما ما عندكمش، احنا صلحنا حتى التعاونيات اللي كانوا قدام اللي كانوا كيديروا اكسبور للخليج واللي كيديروا الدول الاوروبيه، ما عدنا صلحنا، راه باقي واحد النسبه ديال 10% ولا 8% ديال التعاونيات، واللي باقيين ماليهم ساكن، باقيين شويه دوك الفلاح الكبار باقيين كيديروا جمل عام وباقي يتصوبوا الوريقات ديالهم وباقيين كل مره يصلحوا شويه، نرجعوا هذوك التعاونيات دوك الستاسيونات ديال اللي كانوا يديروا التلفيف، هذوك نصلحوهم ونجمعوا فلاحه في تعاونيات، واللي فلاحه يجمعوا الخضره ديالهم ويدخلوها تمايا تحرك واحد الرواج. واش من خضره غدير فيه؟ ما خضرتكم كتاكلها غير الدوده وكتاكلها غير هذاك الشيء اللي غيبقى، داك الشيء اللي غيصيط من شوف داك الشيء اللي غيصيط على الدوده وشوط على الفيروسات وشوط على داك الشيء خصنوه تما باش يصيفطوه للمستهلك، ماشي هي ما واحد شويه في خبارك السي اسلام غنوليو نسوردو ماشي من برا، راه بقينا على هاد الحال هكا، ولا غنحبسوا الاكسبور ما يبقاش يمشي برا. علاش دابا الاكسبور ما يتحبسش؟ علاش؟ علاش المواطن المغربي يخرج يغوت يقول لك واك واك عباد الله الخضره غاليه؟ علاش؟ ونسبقوا ديالنا هما الاولين، ونسبقوا شعبنا هو الاول، عاد نشوفوا برا. انا ما عندي ما ندير باتسواليون فرنسا وكذا وهذه باش نصيفط ليهم، ونعطيو لديالنا نعطيو لديالنا. الماتش دابا غاليه، الفلفله غاليه، حتى حاجه ما بقى. يلا السوق اليوم طاح شويه، اليوم بعد السوق طاحت بطاطا الخضره كامله طاحت. للاسف هادشي كامل غادي غير الهويه، وكما قلتيها غادي نوصلوا لشي امور مع مستقبلا، ما غاديش نقدروا نبقاو نتكافاو حتى مع المغرب فيما يخص. ديجا دابا كنستودوا شي منتجات فلاحيه، غنوليو حتى مطيشه تاعي نستوردوها، راه هادشي خطير، راه من العيب والعار سي عبد السلام باش منطقه دوله فلاحيه وتستورد شي حاجه من برا فلاحيه، هذا راه استهزاء. وعلاش ما نطلعوش الفلاح ديالنا وندعموه ونوقفوا جنبه ونديو ليه يد المساعده ونشوفوا الفلاح شنو خاصو وشنو اللي باغي واش فاش واحل فاش عنده المشكل، يكون واحد التواصل. راه مشكل التواصل ما عندناش اسي عبدالسلام، هذا هو الاشكال اللي عندنا. الا كان عندنا مشكل التواصل وهاد الغله شنو خاصها وهذه شنو خاصها وهذه شنو خاصها، يكون الخير موجود. وحاجه اخرى سي عبدالسلام غادي نرجع عليها، حنا دابا كنهضروا غير من شهر 11 حتى لشهر 5 او شهر 4، علاش الخضره كتغلى في هذه الفتره حتى شهر 5؟ اذا الخير كامل كيرجع للدكاله والناس دكاله والفلاح الحرار. علاش الفلاح المغربي الفلاح الدكالي ديال ولاد غانم والنواحي والشتوكه وداك الشيء اللي كتبدا عندنا حنايا الخضره شهر نص شهر 5 وشهر 6، الفلاح كياخذ ماشي 40 وياخذ 50 وياخذ الفلفل 30 ريال الكيلو، مواطن. علاش؟ وانا راه خير، هذا الفلاح راه خاصو يتكرم بعدا اللي كيوجد لنا الخضره بهذا الثمن. وشكون سول فيها السعر؟ ولكن ما تنساش فلاحه ديال مناطق اخرين خاصه ديال سوس كيقول لك ما كاينش اللي كيطيح علينا الدل في الاثمنه قد الدكاله، بالعكس قال لك حنا كنبقاو نبيعوا بعزنا وبثمن طالع، كتبدا تبيع الدكاله كيطيح الثمن. ولا داك المواطن عارو عليه مسكين، هي انت كتقول فيها ياكل 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 ماتشا ويدعي علينا، ياكل فلفله ويدعي علينا، محشوماش. الا قلنا لك المخطط الاخضر اش غتقول لنا؟ المخطط الاخضر كان بعض المناطق ناجح 100%. لا عندكم نتوما عندنا حنا تقريبا كانت الاستفاده ديالو ضعيفه. علاش؟ حيت عندنا دوك البارسيل صغار بزاف، وكان عندنا مشكل ديال الوثائق، خصك الا بغيتي تجهز الارض ديالك دخل ليها كوتا كوت وتجهزها، خصك بعض الوثائق، خصك كتجيب الحجج ديال الارض. حنا هذا كان عندنا مشكل كبير في المنطقه، حتى داز التحفيظ الجماعي عاد خرجوا بعض التيترات والمسائل. لا هذا المخطط الاخضر صراحه الله استافدوا فيه الناس، غير جمع الضو، ما نقولوش راه ما كاينش كاع بالمره باش ما نكذبوا على حتى واحد، جمع الدوسي ديالك حطيه تستافد بالدعم. وحاليا دابا واخا تنقص التكلفه شويه الدوسي ديالك يكون بقاد تستافد من الدعم. كاين مشكل واحد اللي كاين هو ولاو كيطلبوا الرخصه ديال حفر الابار، وحنا عندنا البيارات عندهم 50 عام 60 عام 70 عام هما محفورين، مي غتجيب هذه الرخصه؟ هذا كاين مشكل مطروح، هذا كاين هذا مشكل مطروح.
ما نقولوا ما تستافدناش، كاين استفاده، واللي ما استافدش راه غير ما لقاش الحجج ديالو باش يستافد. استفدت شي حاجه من كون رئيس المجلس الاقليمي من المنطقه عندكم؟ وبالنسبه للمجلس الاقليمي ما عندوش دور بالامكان؟ لا، واش استفدت شي حاجه يعني؟ واش كانت كي دخلت هو لحقاش كنهضروا على السي زايدي راه عنده علاقات رئيس المجلس الاقليمي سي محمد الزايدي وهاد المنطقه وعنده غيره شويه على المنطقه وكيدير المجهودات ديالو حتى هو باش يوصل الصوت ديال الفلاح، وهو راه كيمثل الفلاحين ديال ولاد غيان. صافي، ولاد المنطقه خصكم تشكروا السي الزايدي، بغيناك تدخل مع الناس السي الزايدي، عندك علاقات، اسمعها هو فلاح من حداك كيهضر على المعاناه ديال جيرانك ولاد بلادك، يعني شي تدخل ديالك. حنا ما كنقولوش راك بزمنك ولا شي حاجه ولا راك ما دايرش خدمتك، لا هادي ما عندهاش علاقه بداكشي، غير هي راه ولاد المنطقه ديالك، شي تدخل من عندك الوزارة الفلاحه على الاقل يعوضوا ليهم، عوضوك ما عوضوهم على البحر اللي المد البحري اللي طلع هجم عليهم، ما عوضوهم على الذبابه، ما هضر، ما عوضوهم على مطيشه خسرت، ما عوضوهمش القرعه خسرت، ما عوضوهمش. المهم هادشي اللي كاين ياك، ونتمنى من الله يكون هاد النداء اللي غيدوز على هاد القناه ديالكم، قول اخويا النداء ثاني، ونتمنى من الله يكون تجاوب مع الفلاح هاد المنطقه. والله يا خويا الا كتشوف فلاح تما مساكن حفيان ومضارب وين على الغبار، داك الاخر مازيه، داك الاخر اصاحبي 6000 درهم 7000 درهم 6500 درهم الفاياج، ترى كارثه، ترى ما تشر ما خصكش دير 10 درهم، خصك دير 20 درهم بهاد السيورات اللي كاينه دابا، وين حنا ما راضينش بها تكون بهاد الثمن، ما راضينش بالمواطن ياكلها بهاد الثمن. في خبارك الخضار اللي مول الحانوت اللي كان يجيب 10 صنادق من الحاجه، اليوم ولا يجيب صندوق جوج من الحاجه، اللي كان غيدي ما عنده 2 كيلو 3 ولا يدي نص كيلو من الحاجه، راه مشكل كبير. كما قلتي راه مشكل كبير، وخاص تدخل يكون من اعلى مستوى، لانه الا بقينا هكا راه فئه عريضه كتاكل العصا. غنسولك السي عبد الرزاق، واش ولاد المنطقه الشباب واش ما كاينش فيهم اللي هاجروا الهجره السريه؟ واش ما كاينش فيهم اللي هرب للمدينه وخلى المنطقه؟ بالنسبه لولاد المنطقه زاعفين على الوضعيه، اغلبيتهم مشاو للمدينه، اغلبيتهم مشاو للمدينه، اش غيبقى يدير في عروبيه تما؟ كيشوف باه مكرفس، خوتو مكرفسين، هو غيبقى تاويت كرفس، كيقول لك والله ما نمشي للمدينه نخدم 100 درهم 120 درهم ويجيب الله الرزق ونقي في حالتي وكذا. راه الناس للاسف الناس في هذه المنطقه للاسف راه من العام ولا عامين والله ما كان اللي يوقف جنبهم ويعاونهم، والله ما تبقى تلقى الخضره اللي كاينه دابا في السوق. اذا كنظن ان الرساله خصها توصل للجهات المعنيه، كنتمنى من الناس ديال الشؤون الداخليه انهم يديروا خدمتهم ويوصلوا هذا الصوت هذا. وانا على يقين ان السيد عامل الاقليم سير خمنيشي بحكم انه كيتبع هذه المباشرات غادي يدير شي تدخل، لانه كما كان الحال باغي يخلي بصمه في اقليم الجديده باش ما تبقاش قادي يدير واخا بالنيابه يعطي يخلي البصمه ديالو. نتمنوا من السي خمنيشي انه يدير اللازم ويجمع واحد اللجنه صيفطها ديال الفلاحه ومخلطه الامور ويصيفطهم ويقلبوا عن كتاب ويديروا اجتماعات ماراطونيه مع هاد الناس هادو. نتمنى من جامعه شعيب الدكالي في اطار البحث العلمي انهم حتى هما يبحثوا في هاد الامور هادي، وما تبقاش الامور غدا للحضيض، لان هادشي كما قال السي عبد الرزاق ما كتبشرش بالخير، وغنبقاو دائما كنشوفوا فروسنا غاديين للهاويه، ونقدروا نقولوا بانه شوفوا المنطقه ديال الدكاله
ما بقاتش قادرة حتى على الاكتفاء الذاتي ديالها ديال المطيشة ودير بعض الخضروات بحال الفلفلة بحال، يعني ما غاديش يبقى كما قال الانتاج هنا، غادي نوليو نستوردو من برا، وهادي راه طامة كبرى. ما نتمناوش نوصلوا لهاد الحالة هادي، نتمناو الناس ديال الغرفة ديال الفلاحة والاستثمار الجهوي والعمالة، ويعني جميع ولونسا وجميع المتداخلين في هذا الامر هذا يديروا الواجب ديالهم ويديروا المداخله ديالهم وما يبقاوش جالسين كيتفرجوا، لان هاد الناس مهما كان راهم فلاحه وعندهم اسر، وراكم سمعتوا بانه ولادهم ولاو كيهاجروا للمدينه. هنا غنهيو الحلقه، ونتمنوا اننا ملي نخرجوا عند السي عبد الرزاق من بعد شهرين، ياك شهرين تكون موجوده الخضره. والكورجيت دابا موجوده، دابا الكورجيت دابا كاينه، كاين شي فلور، كاين لي شو ماتش، غتكون نص شهر 5 ان شاء الله هي الفلفله والبنجان. اذا نخرجوا في شهر 5 ان شاء الله نلقاو عندهم مطيشه والدنجال موجودين. لا خلاهم من المرض، هادشي علاش كنا نتمنوا. لا خلاهم المرض، خلاهم المرض ان شاء الله غنلقاهم، ما خلاش المرض ما غنلقاوش. اذا الى ذلك الحين كنشكركم متتبعي وزوار موقع الجديد نيوز، كنشكر السي عبد الرزاق الزروالي على قبول الدعوه وحضور معنا لهذه الحلقه هذه المتميزه اللي عرفنا من خلال المعاناه ديال الفلاحين ديال المنطقه ديال ولاد غانم. وإلى ذلك الحين نستودعكم في أمان الله، مع الشكر الخالص لمخرج البرنامج سينابيل وأيضا الطاقم التقني على صوت الأخ أيوب. السلام عليكم.